هذا البرنامج برعاية منتجات سيمبا الألمانية في جميع فروع شركة النعيم ليبيا تويز ومجموعة جديدة من الحقائب والقرطاسية. كل هذا وأكثر في أضخم وأكبر شركة ألعاب في ليبيا، شركة النعيم ليبيا تويز، الوكيل الحصري لمنتجات سيمبا الألمانية. كابتن ابو عجال ابو راس، رحبوا بكم، نورنا اليوم. بارك الله فيك اخوي مازن، انت وشباب، وشكرا طبعا لاحتاحت الفرصه ان يكون احد ضيوفكم في برنامجكم اللي نشوف فيه ان شاء الله انه هو ممكن يوصل رساله ولو بسيطه على حياه العديد من الرياضيين اللي احنا ممكن نكونوا حتى ما نعرفهمش. اكيد طبعا احنا الغينا فقره السياره اليوم وجينا للمكان المفضل والمحبوب ليك اللي هي صاله التدريبات. صحيح. توا نبغوا نعرفوا قبل ما نخشوا في الحديث شنو الوضع الفتره هذه، ضخامه تجفيف؟ والله شنو بنقول لك، الرياضيين واللي يلعب في رياضه الحديد، الرياضه هذا روتين يومي، ما تقدرش انت تدقق انك تقول مثال ضخامه، لان اصلا حال بلا تزبطه، ما فيش حتى سكاجول واضح على البطولات، فكل واحد بيخدم على افضل ممكن مستوى ممكن يوصل له لين يلقى الفرصه المناسبه انه ممكن يشارك. بس زينا احنا ما نعرفوش الا اننا نلعب الحديد يعني شبه كل يوم. بالنسبه للعبه كيف جت القصه، كيف كانت البدايه؟ والله في البدايه احنا طبعا سباحه، انا واخوتي كنا بحر. هذه معلومه جديده من لا لا من دق الاول قال هذاك الراجل. انا واخوتي كنا من صغرنا في الميه،
في سنة 2002 نادي الوحدة خلد الغويل، شوف الشباب يطلعوا حزامات التمرين في اللي هيو جيكي، فالشيء هو قلت ما نعرفش نحس فيه يمشي معي، فجربنا تفكر في عطلة الصيف، خشيت 3 شهور شهرين تمرنت، زي ما تعرف ظروف قبل تتمرن شهر تحصل اشتراك شهر وشهر ما تحصلش. فكلمة قالها لي خالد الغويل ونوجه لها تحية، قال لي انت الحديد هو اللي شاد فيك مش انت شاد فيه، قال لي نصيحة ما تسيباش، قالها لي وانا صغير وممكن بها. الحمد لله نكلم فيك بطل ابطال العالم اليوم. طبعا لعبة كمال الأجسام بحر ماليش حدود، أكيد. طبعا كل يوم تطلع معلومة جديدة وكل يوم يطلع نتائج جديدة، كيف يتعامل برجيلة مع الأمور هذه؟ بالعلم، 1+1=2، زي في اللي يجي يقول لك القهوة تثبت الوزن، معظم الحوارق من الكافيين، زي يجي واحد يقول لك ما تشربش مية هلبة، أساس التكوين والتخزين في العضلة للمية، فأنت ممكن توصل للحاجة الصح عن طريق العلم بالمنطق يعني. طبعا كابتن دوا بنخش معك في فقرة صح وغلط، تمام، بوك تجاوبنا بصح او غلط على الجملة والسؤال اللي بنقوله لك. خير ان شاء الله. برجيلة بوراس يتلقى في دعم من اللجنة الأولمبية، مش غلط، مستحيل. لا، كل المشاركات الخارجية لبرجيلة بإعداد ومتابعة شخصية، صحيح. سنة واحدة كانت شركة الراحلة للطيران اللي هي الأخيرة دعمتني في التذاكر، يعني واحد يقول لي ليه ولا لا، يعني التحضير احنا بنوقفه عليه. لا لا، بروحي التحضير بروحي. تحضر بروحك، ما يحضرش فيك بروحي. اي شخص تاني. لا لا، برجيلة بوراس متكبر على الوسط الرياضي. والله يسأل الناس اللي في الشارع والناس العامية واللي جوني للمصحة والعزيزات بالذات. غلط معنا. غلط. تمام. القرقني كان هو اللي يكون حامل لقب السنة. القرقني طفرة، يعني في سن 50 سنة أعطيه دروس لسن 20 و30، يعني نقول لك كمال، يعني أنا أعتبره رمز بالنسبة لي أنا، أنه ممكن يكون حتى قدوة لي، يعني أن وصل معلومة الناس أن العمر مجرد رقم. البطولات، بطولات كمال الأجسام المحلية ليست في المستوى، هذا شيء أكيد، مقارنة بالبطولات الخارجية مزنب. لما توصل انك انت تدير اساس تقيم الشباب قبل يخشوا للبطولة والمستوى مؤهل انه يوقف على المسرح او لا، تبدأ ماشي صح. لكن اللي يجي يخش في اللي 6 شهور، في اللي يوقف على المسرح ممكن حتى عيب في حقه هو نفسه انه يوقف، فهذا مش تحطيم للشباب، لكن لما تنزل حاجة كويسة حتى انت تكون فخور بنفسك وثقتك بنفسك تزيد، مش على مدرب يقولك تعالى وبروتين او ندير لك مصك، تبي اجتهاد كبير اكيد، وتبي خوف ربي في نفس الوقت، في من المدربين لما رحم ربي طبعا. كابتن، بما انك متابع ممتاز لكرة القدم، بالمناسبة هذه نبغى نعرفك في منتجع محليا. انا تحتوح يعني الوالدة الوالدة والوالد والعائلة كلها يعني تحتوح، يعني كابتن برجيلة بوراس من عائلة اتحادية، الوالد من يمات بيزان تصويره هو، يعني نكون واضح يعني الناس كلها تعرف اني انا اتحادي. يعني طبعا لما نجو نحكوا عليه بطولات خارجية، في كلمة اسمها ليبيا، زي ما أنا لما نلعب برا نلعب اسم ليبيا، لأن أنا عارف اتحاد الأهلي على كل يعني، لأن هذه أمي ليبيا، نمثل في ليبيا، لكن لما نجو لداخل البلاد الناس كلها تعرف أن أنا اتحادي وفخور يعني بالمدرسة هذه، ومستحيل نغير اتجاه في يوم من الأيام. بنديروك مقارنة تو بسيطة في كرة القدم، نعطوك أسماء لاعبين وبتقول لنا من الأفضل. تمام. أحمد سعد، علي الحومة. علي الحومة. علاش علي الحومة؟ لأني نشبه في علي الحومة. علي الحومة، أكرم عياد. أكرم عياد لأنه فنان. يعجب فيك لعب. ولعب الوسط وفنان، نعتبر أنا من الناس اللي ما خدتش حق أصلا في الكرة الليبية. باين نبو توا بتكون صعبة شوية. أكرم عياد، خالد حسين. أكرم عياد. خالد حسين أرزق من أكرم عياد. والمرونة اللي عندك رمعيات خالد حسين ما هذه رياضية، هذه معلومة رياضية. ايه بالضبط. أكرم عياد ولا سنوسي الهادي؟ لا لا، أكرم عياد قاعد، لأني أنا نحب الشخص هو بالذات من الفن متاعه، أنا نعتبر أينيست ليبيا يعني. تمام. آخر اسم بنشوفه يقعد أكرم عياد ولا اللاعب اللي بنسميه اسمه تو حمد الهوني؟
وزوز أصحابي طبعاً. حمدو صديق، لكن لما نجوه للمستوى البطولات والمشرف يعني إن حمدو حيتغلب عليه أكرم، لأن حمدو كان ذكي أذكى من أكرم عياد بأنه استغل موابه وكرس يعني القدرات اللي عنده. والحق احنا فخورين كليبيين كنا به. طيب لما نتكلم على الهوني ما ندوش على فريق، ندو على ليبيا، ولد ليبيا يعني. فحنكون مع الهوني أكيد. تمام. رن كاميرا. طبعاً كابتن بنعطوك توا فقرة جديدة اللي هي فقرة الظروف. طبعاً أسئلتها قوية شوية، خير بوك تجاوب لنا. في حالة ما جاوبتش طبعاً الشباب قالوا لي لو ما جاوبش الكابتن نبوه درنا تحدي بالتدريبات، يعني شني نختاروا احنا لعبة معينة وبالوزن احنا نبوه. بالنسبة للوزن نختار الوزن اللي تبيه، لكن لعبة معينة ان شاء الله خير، مو في الحديد أكيد. انا بوك. تمام، فاحنا بنختاروا عندك طبعاً زوز أسئلة تقدر تمتنع عليها، خير لكن الأربعة تجاوبه مش بالي. إن شاء الله خير. خذ لي وزن يب منه ما استطعتمو. أقرأت تقييمك لأداء كمال الأسام. تقييمي طبعا للسيد عادل قري وللكادر اللي موجود حسب الإمكانيات الموجودة، يعتبر هو أنشط اتحاد شهادة لله يعني، وخداه بجدارة أنه هو بأقل الإمكانيات ممكن قاعد ينظم البطولات، لأن كل الاتحادات واقفة. بس نأمل منه أنه مازال في خير يعني. ماذا بينا نقول أن الرياضة هذه الرياضات الفردية هي وجهة الشعوب، بدأت ليبيين راهو ليبيين وعارين في الرياضات الفردية الله يبارك. طبعا. لما جوا ليبيين بدأت الحاجات اللي فيها قتال وفيها تسكير راس، رفع الأثقال مفورمين، قوة بدنية مفورمين، كمال أجسام فورمين. لاحظ الحاجات كذلك الملاكمة. الملاكمة بالضبط. فلاحظوا أن لو الليبيين يعطوا شوية مش ينحوا الكرة يتموا بها، بس رياضات الفردية روسيا الصين توا حاليا التصنيف متاع لا 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 حتى الأولمبيات فرنسا في الجمباز وفي غيرها وفي غيرها، الروسيين فورمين توا في رفع الأثقال أرقام عالمية يعني مصنفين دوليا، وهم واجهة شعوب. لما نجو احنا ندو مثال على البرازيل كرة، ندو على الأرجنتين دورة تتوجه لمنطقة تانية تدوي على الصين، الصينيين في كل الرياضات تو أبدا. السباحة في الجمباز نجو في السباحة الأمريكان معروفين، نجو مثال حتى في المشي الدول الأفريقية زي الصومال وزي كينيا وغيرها في الجن بالضبط. فالرياضات الفردية والله بدأت احنا روناش حيرة، بس نبو من يلتفت شوية للحاجات. احنا في برنامجنا السنة هذه اتجهنا للرياضات ككل وخاصة الرياضات الفردية. مخاطر الهرمون هذا والله كويس، بارك الله فيكم على السؤال هذا اللي داره، بارك الله فيه اللي خصص السؤال هذا، لأن اليوم بدت مصيبة. اليوم الهرمون تفرز فيه الغدة باليونت يعني بنسب ضئيلة جدا يا مازن. اليوم كلها تتفنن، كل يومين جايني واحد العيادة قايني هيك النبل متاع صدر مولي، لما جي نلقى في تركيبات غريبة، الكبد كيف تخدم، الانتيدوت السايد افكتس متاعك كيف ترد على الكبد وترد على الكلاوي طول، يعني مشاكل صحيه جدا. انا ما نجيش نقول لك احنا نازلين من قمر وجتنا احنا فتره بطولات وكذا، فبتضطر انك انت لكن نكون متعلم، نكون عارف شنو ندير، شهاده ندخل فيه لجسمي باليونت يعني بطريقه صحيحه وبشرف طبيب متخصص في استير في التركيب، في الالكول اللي موجود في الانتيدوت نتاعها، في نسبه وجوده في الدم، في كيف انت الاستيره هو تطلع من الدم وقام تتصفي، في كيف تدير تحفيز للخصيه من جديد لافراز السبيرم والحيوان المنوي. اللي نشوف فيه انا والله العظيم لا بالبركه الا من رحم ربي. فهذا شيء بجديات انا حتى في البرنامج حنتكلم عليه الموضوع هذا، لانه موضوع مهم جدا، والحلقه الجايه انا حنتكلم اصلا عن الموضوع هذا. يعني خليه واحد طبيعي وشبات والله مكملات غذائيه، مكملات سبليمنتس هذه العالم كله ماشي بيعطى فيها حتى الصغار والجانب. في ناس ممكن وراها حلم مسرح مستر اولمبيا، فبيضطر يدير حاجه في الشورت تايم او الوقت القصير هذا باش يعوض ويكسب الوقت، لكن بالعقل ممكن. يعني شيء بتدخله داخل للجسم تفرز فيه خليه وغده، انت الشيء هذا اللي بيخش بيوقف لك الشيء الاساسي المفرز منه الغده، يصير انهيبيشن او وقوف لما انت بتدخله هو كيف تتصرف. لو ما كان نسبة نقاوته عاليه جدا وامتصاصه عالي تتلقى صحيح. وطبعا هنا السؤال هذا نبغى الناس تستفيد من الاجابه بتاعه. عجبني السؤال جدا والله العظيم، يعني ما كانش من الاسئله الواعي، لان انا وصديقي محمد شريف كيف كنا امس نتكلم على نفس الموضوع هذا وعلى السايد افكتس هذه. عمرك هربت من ميزان معين في بطوله على خاطر لقيت فيه شخص
ما تقدرش تواجهها. طبعا فضل الله كلهم يعرفوا بجلا بوراس. انا الميزان احمد ممكن انا الميزان اللي يقولوا لي في واحد باش نكسر تحدي بينه وبين نفسي نمشي له. الاسباني ربحني في بطوله البحر المتوسط 2017، خديت منه بطل الابطال وخليته جاب معي الرابع في 2020. وفي الياباني، الياباني هذاك حتى وسكرت الحساب ما كنت نقدر نهرب منه لانه ربحني. لكن ديما باش تكون ناجح اكثر حاجز الخوف. كان عندي لقاء سابق معك فقلت لي عندي تحدي في البطولة هذه خاص مع الياباني وربحت الحمد لله الأول بفضل الله. وانا جبت مع الثالث راه، والبطولة اللي بعدها انا جبت الأول هو جاب الثاني. فديما تصلح من غلطك وتحاول انك تستفيد من اخطائك. اكيد والاجتهاد لي دور كبير. بالضبط، كان كل واحد بيشوف ميزان لا في فلان بنهر من انت مش بطل، انت وهم. اكيد. فبما انك واثق من نفسك وتقول انا بطل ما فيش ميزان تهرب منه. ما عمري فكرت في وزني اني نلعب بيه لان في فلان، وما عمري حسبت حتى اللي من بيلعب في الميزان الفلاني وزني غادي وبنلعب غادي حننزل طول. هذا تحدي كبير عبر برنامجنا لكل لاعبين كمال السام. والله كلهم يعرفوني مش حتى تحدي توا، ما فيش شخص يعرف ان باجلا بورس غير الفئه بتاعه ولا وزنه اللي يصير من الناس. واللي بباجلا بورس يتفضل يعرف امكاني وين بنلعب. لا اكيد هذا تحدي لكن على نظافه نقوله. اكيد ثقه في النفس الحمد لله مش غرور. تحدي رياضي. تحدي رياضي بالضبط، واللي يربحني نصفق له. اكيد بالطبع. هربنا من التحدي شكل. إلى قداش حبة أمينو؟ وصلت. وصلت والله في لما نكون قاطع الكربوهيدرات وركب بالبروتين وصلت لل 18 حبة 6 في 3، لأن 3 حبات فيهم ما يقارب 6 جرام باش نقدر نعوض وجبة الاحتياج اليومي من خلال الأكل، وفي نفس الوقت نزيد في سرعة الامتصاص لأن الأمينو أسد امتصاص خلال 4 دقائق. أكثر أمينو تستخدم فيه كابتن؟ على حسب، ما فيش لما نجو مثال أنت في الأوف ولا في الضخامة فنحبب 8000 وال5000 لأن فيه اليوسين والأيزوليوسين والأرجينين هادو بنعتمد عليهم هلبة. لما نجو لفترة التجفيف عندك الأربع تنينات، طبعا مش إنه هو أنه يجفف لا، لأن امتلاك نسبة الأمينو فيه احتواء على أنواع تانية زي الكرناتين وغيرها والأرجينين كبيرة هلبة، فتساعدك حتى انك تنشف بسرعه وتعطي في قوه في لا مينو ماليش علاقه بالقوه. مجرد انه هو سريع الامتصاص يعطيك اللب والتركيب الاساسي للعضله. احنا نقولوا امينو اسيد يعطي الاساس تكوين الجلايكوجين وسكلتو المصل العضلات الاساسيه، يعني التكوين الاساسي للعضله. تمام عندنا ظرفين نزرعوا ان شاء الله خير. كم تاكل في وجبه؟ والله انا عندي الفطور، عندي سناك 12 الظهر، عندي وجبه الغداء، عندي ممكن يكون سناك المغرب ممكن لا، وعندي وجبه العشاء. يعني عندي 4 وجبات اساسيه، الوجبه الظهر ووجبه المغرب هذو فيهم كربوهيدرات اساسي. وجبه الفطور ضروري ناخذ فطور استشعار لان في كرب بطيء شد لي في العضله مده طويله، وديما عشاء يكون بروتين باش ما تحوليش لفات ولا يزيد لي البطن. فديما تكون شربات، تكون مشوي صدور دجاج، تكون ستيك وسلايت، هذا اكل يعني انا والعائله ديما هيك. يعني النظام روتيني مشيت بيه، يعني مش اني انا حياتي هيك خلاص دي مش شيء صعب. ما نقدرش ناكل الماكله يومي ما نقدرش. ممكن او محمد او يتابع فينا تحيه ليه لما ناكل ماكله حمراء نتعب هلبا خلاص بطني ما عادش تتقبل حتى الزيت. يعني حوشي ممكن حكة زيت. مشيت بنظام معين ماشي معايا ان بطنك انضافت ما عادش تقبل السعرات العاليه. لما بتاكل زيت ولا طماطم عالي حتحس بارق شيء غريب لان الدماغ يحفز الجسم انه في شيء غلط خش مش متعود عليه الجسم، فتقعد حموضه وتبي ترجع حشاك كانه في شيء صار. فانت تقول توبه انا ما عادش نعودها ما عادش ناكلها الماكله هذه لنا سنين. شكلك تبي التحدي انت. أعلى وزني وصلت له في سكوات، وصلت لل 200 طبعا سكوات، ما فتش ال 200 لأني خاف حتى على روحي وبسبورت يعني، يعني سكوات لما تكون مركز فيه، يعني أنا من الرجلين اللي نحبهم هلبا يا والشباب وأصدقائي ومحمد يعرف نلعب فيهم شبه يوم بعد يوم، نلعب فيهم بطريقة علمية، نركز على الرسم والشب على الكوادرايسبس والهامسترنج بشكل كبير، ننوع في التمرين. يركزوا عليهم في البطولات عليهم تحكيم رقم كبير. رقم 1 70% يشبح للرجلين، قبل ما يشبح لك فوق التحكيم يشبح للسمانات والفخاد. ممكن تبدا انت تفصل من اللي معاك زوز ورجلي خير منك يضرب. الموضوع كله في الرجلين ومش اي رجلين. كيف تبدا محفر الديفينيشن يكون عالي يكون شب، وفي ديفينيشن او العمق في الفصل يدل على انك مواكب وعضلتك قديمه مركبه الياف مش حابس الميه هلبه. طبعا في فرق بين ان الميه تكون موجوده في العضله وبين انها تكون تحت الجلد. تحت الجلد حتهرب لك الديفينيشن كله، لكن لما تبدا في العضله وقديمه جلايكوجين يعني هيكون الشرد بتاعك عالي جدا
تو بالنسبة لي هنا مجفف، خذيت فكرة كويسة اليوم يعني. بارك الله فيك. لا لا ماشي أمورك. الله يبارك. مازم نتغير هلا إن شاء الله. التدريبات طبعا لها دور كبير، والنظام الغذائي كذلك. هو متلت، هو متلت يتكون عبارة عن تغذية ونوم واكسرسايز أو تمارين، ثلاثة يكملوا بعض. عمرك ريت تحوش يمنا من غير حديد؟ لا صعب، ضروري الحديد وشيمنت والصالة بيبنى. هذا الحديدة، هذا التمرين كانت بتوصل للعضل. طبعا بعد ما عرفنا مع كابتن بوجيل ابو راس على عده امور في لعبه كمال الاجسام، تو بنجو بنسالوه على شويه اسئله كي على البطولات اللي توج بها بوجيل والانجازات كذلك. طبعا نبغوا نعرفوا في البدايه الانجاز او الانجازات المحليه، يعني كيف بدات، كيف درجت لين وصلت للعالمين. والله يا اخوي مازن، موضوع البطولات يعني بدا في 2006 2008، كانت اول بطوله ليبيا في سبها، نتفكر فيها كانت في فندق الجبل، هذه اللي خذيت فيها أول بطولة على مستوى ليبيا، كنت مشارك في وزن الـ 65. بعدها استمريت خذيت البطولة ليبيا السنة اللي بعدها، من ثم خلاص يعني كان طموحي خارجي يعني، ونعتبر أنا وليد يعني من 2008. في 2011 تاخذ بطولة البحر المتوسط. الإنجازات المحلية بطولة سبها؟ بطولة ليبيا ديما الحمد لله يعني. كم مرة توجت بها؟ ما نقدرش، اللي لعبت خديتها الحمد لله يعني، بطولة ليبيا اللي شاركت فيه خديتها يعني، ممكن شبه كل سنة، لأن وصلت فترة اني ما عادش نلعب يعني، بديت نلعب خارجي. أول شيء تخلي فرصة للشباب جديدة، ثاني شيء الإنسان ماذا بيطور من نفسه يعني، ما عادش نبي نلعب أنا هنا لغرض أنا عندي حلم إني أنا ممكن. كان طموحي اني اكون بطل بحر المتوسط، الحمد لله بفضل الله بطل بحر المتوسط 7 مرات. كان طموحي اكون بطل عرب وافريقيا خديتها، كان طموحي اكون بطل مستر اولمبيا اللي هو تخديتها ذهبيت، وصارت فيها احتفال كبير وداروا لنا احتفال كبير هنا. من ثم كان مش صعب علي، قلت يعني الانسان وصل بالطريقه هذه ممكن يكون بطل عالم. اول بطوله خارجيه فزت بها في اليونان في ستيليدا سنه 2011، كان أول بطولة البحر المتوسط، كانت ذهبية. كانت خديت ذهبية وبعتالي فضية كانت يعني. كان معي حسين بن عبد الله عبور الميلودي، توجت أنا بالذهبية وبعتالي ردونا تاني وصار تصحيح من التحكيم فعطوني فيها فضية. كنت سعيد جدا لأن أول بطولة، حتى لو أعطوني برونزية أنا كنت حكون سعيد لأن أول مرة نوقف مسرح دولي. فهذيك كانت نفكر فيها يعني، ما زالتش يعني كنت الأول يعني موجود. وجاني عرض في اليونان في ستيليدا، جاني عرض من شركة يعني ما جاش لي الإخدال الأول، جاني أنا حسين بن عبد الله وعمر قالوا لي برا يعني تعتبر فرصة في 2011، فأنا رفضت إني أنا نقعد غادي. ما أنا في 2011 اليونان كانت أمورها تمام. أمتى منشوفه بوجيل أبو راس في مستر أولمبيا؟ والله يا أخوي مازن هذا اللي ما زال يعني، تو في الهوات ما عادش في مناطي خلاص يعني. في الـ IFBB 4 كرة احتراف، 4 كرة احتراف وبطل أبطال العالم 4 مرات يعني. يعني بطل أبطال العالم من 2017 لآخر سنة شاركت فيها اللي هي السنة اللي فاتت 2020. كرة الاحتراف ما وصلتنيش مستر أولمبيا في IFBB، توا ملزوم إني نلعب على البرو باش نقدر نلعب في مستر أولمبيا يعني. بنغير توا الفئة متاعي من الكلاسيك بادي بيلدينج للكلاسيك فيزيك، وبدأت نخدم على الشيء هذا ونقوله يا رب. قبل ما نختم حلقتنا، نبوك تعطي كلمة للاعبين كمال أجسام أو رياضيين كمال أجسام في ليبيا، تكون نصيحة لهم. والله يا أخوي مازن ليبيا فيها هلبة خامات جميلة يعني، الشباب تو حاليا الرياضة هذه مقتحمة الوسط الليبي بشكل كبير هلبة، بس نبيهم يفرقوا بين الحماس وبين اللامبالاة. الحماس إنه ممكن يدير أي شيء حتى فوق طاقته وممكن يكون إيجابي، بس اللامبالاة إنه هو يدير كل شيء وممكن يكون إيجابي ممكن يكون سلبي في الرياضة هذه، بس يخليه يدفع الثمن غالي. نبي نقول لأن كل شيء يجي في وقته، مسألة صبر، مسألة نظام. طبعا الرياضة هذه تبي احترام لنفسك، احترام لأوقاتك، اعتماد على نفسك، برنامج أكلاتك، وجباتك، تايم، تمرينك، جرعات كيف تركب بها بشكل هرمي وتنزل بها، وأهم شيء النوم، لأن معظم الشباب السهر في الليل، وفي من شباب يتجه إلى سايد افكتس مش كويسة زي الهرمون وغيرها بشكل سريع جدا أخوي مازن.
فأنا بيقول لك كل شيء يجي في وقته، يعني برنامج تدريبك والتغذية من ثم يجي المكمل الغذائي. يبي وقت التدريب، يبي وقت، يبي احترام، احترام للشيء اللي قاعد تدير فيه باش تاخذ نتائج صحيحة. أكيد تستعجل تخسر كل شيء، يعني ما زال من 2006 أو 2007 يعني، وإحنا في 2021 نهدرس فيه كنا كيف واحدة واحدة ممكن توا وين قاعد نسمع مازن نحكي كبطل، يعني شوف السنين يعني قرب 18 سنة مش شوية. أكيد طبعا. إيه أنا الإنسان لازم ما يصبر. طبعا في الختام نحب نشكرك على تلبية دعوتك لنا في البرنامج. طبعا اليوم كان عطلة ليك، يعني خديناك من العيادة اليوم. ايه الحمد لله والله. مازن زي انت زي محمد احمد زايد زي اخوي محمد ما شاء الله عليكم شباب، انا نحترمكم هلبة وشرفني اني اكون موجود معكم، وانا غير جو اصل اليوم اسئلتي كانت ممتعة هلبة. شكرا لك. مشاهدينا الكرام الى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا لكم والى اللقاء. هذا البرنامج برعاية حبيبي الكل، الناس الحلوة تبكي عسل، عسل الأربل أحلى عسل، أحلى عسل، عسل الأربل من الأخير، عسل مقطر تقدير، أصلي من نحل، أصلي من نحل، الخلطة العلاجية، نشاط وحيوية، باي باي للكسل، باي باي للكسل، أحلى عسل. منتجات سيمبل الألمانية في جميع فروع شركة النعيم ليبيا تويز، ومجموعة جديدة من الحقائب والقرطاسية. كل هذا وأكثر في أضخم وأكبر شركة ألعاب في ليبيا، شركة النعيم ليبيا تويز، الوكيل الحصري لمنتجات سيمبل الألمانية. للفرحة